الملف ما قبل الأخير لليلة اللي رح نحكي فيه هو قضية فاضل شاكر ومشاركته بالتظاهرة مع السلفيين نهار الأحد ضد النظام السوري يلي أعلن موقفه علنا وكان واضح جدا على كاميرات التلفزيون وأنشد الأناشيد الدينية وأكد انتمائه للسلفيين وباس راسه للشيخ أحمد الأسير. وكلكم صرتوا تحكوا بهيدي القضية، كلكم كان بدكم إجابات على عدد من الأسئلة يلي سألتوها، ودعا كمان كل الفنانين الشرفة أنه يشاركوا معه وينزلوا على هيدي التظاهرة، واعتبر أنه كل فنان ما بيشارك هو منه شريف. وهلأ التقرير يلي رح حطه لفضل شاكر رح نسمع فيه تصريحه ونشوف هيدي المشاهد من التظاهرة اللي صارت نهار الأحد ويلي تقدم فضل شاكر هذه التظاهرة مع السلفيين. منتابع هذا التقرير. ما بيهموني هول الجماهير اللي تابعين للنظام، ما بيهموني. أنا مشارك بهالعمل الإنساني هيدا للي عم نشوفه من مجازر وانتهاك للأعراض وذبح الأطفال، أكيد كرمال هيك أنا مشارك. خليهم ينقوا بنفسهم، خليهم ينقوا بنفسهم، الله يحشره مع بشار الأسد. بدار الزور بحلب وبإدلب، الله ينصرهم يا رب، وينتقم من بشار الأسد وأعوانه. اشهدوا هذا المساء إنني قلت القسم، اشهدوا هذا المساء إنني قلت القسم. تكبير الله أكبر. سجلت قول يا رب، سجلت قول يا رب. موقف واضح وصريح إن كان سياسي أو ديني بالآخر لما أنشد الأناشيد. بالنسبة للموقف السياسي، فضل مثله مثل أي مواطن حر بموقفه السياسي، بيقدر ياخذ الموقف يلي بده إياه، وهيدي بتدخل ضمن حرية الرأي والتعبير، ولكن أكيد مع ملاحظة صغيرة إنه ما له على الفنانين أكيد إذا هن بيكونوا شرفاء أو نضاف إذا بينزلوا ولا لا، ولكن نحن نحترم حرية الرأي، وبالفعل بيقدر واحد يقول يلي بده إياه، وبيقدر ينتمي للي بده إياه إذا كان هو مقتنع بقضيته، ولكن يعني مثلا نهار المظاهرة طلع حكي انه لقطوا بسيارته سلاح، وهو رجع رد انه معه ترخيص، وبالفعل ممكن يكون سلاحه مرخص ولكن كان هيدا نهار امني. بس اول مرة بلبنان بنسمع فنان عم بيعلن، فنان لبناني عم بيعلن تطرفه دينيا ويطرح هيدا الشيء عدة تساؤلات. خليني اخذ اتصال مباشر على الهواء. مساء الخير. الو. نعم. مونسوار. مونسوار. بليز بدي اعلق على المظاهرة اللي صارت نهار الاحد. لا اذا عندك تعليق بدك تعلق على قصه فاضل شاكر، لانه الملف منه التظاهره على السلفيه. على السلفيه. لا انا بدي منك اجابه يعني على سؤال واضح، نحن ما عم نحكي لا عن السلفيين ولا عن هيدي التظاهره من الناحيه السياسيه، عم نحكي عن الموضوع انه في فنان كان بمقدمه هذه التظاهره واعلن انتمائه للسلفيين. فنان لبناني. انا اكيد انا ضد هيدا الشيء، لانه الاشخاص اللي كسروا الاشرفيه السنه الماضيه بخمس شباط ما بيرجعوا بينسمح لهم ينزلوا على الاشرفيه يرجعوا يتظاهروا، ينسمح لهم يترخص لهم بمظاهره. نعم. انا ضد هيدا الشيء. نعم. انا بدي اشكر اتصالك، شكرا لك. وانتم كمان اذا حابين تعطوا رايكم بهيدا الموضوع وغيره من المواضيع على الارقام يلي عم تبين على الشاشه. كان عندنا اتصال عم نحاول نامنه مع الشيخ بلال دقماء يلي هو رئيس جمعيه اقرا لنستفسر اكثر عن موضوع السلفيين، لانه كلنا لما حبينا نستفسر ونعرف اكثر عن السلفيين، السلفيين هن جماعه هن سنه يعني، ولكن
بيطبقوا التعاليم السنية بحذافيرة، أو هن شوي دقيقين أكتر وإلى حد ما عندهم شوي التعصب، يعني بيطبقوا التعاليم الدينية وبيصلوا أكتر وبيحبوا يطلعوا أكتر على قضايا المجتمع. إلى حد ما هن ضد الفن، هن ضد الرقص، هن ضد الفيديو كليبات، هن ضد الكحول. وهون الإشكالية بهذا الموضوع، ونحن عم نحاول نقرأ بين السطور، لأنه نحن بقدر ما نحن منحب فضل شاكر، بقدر ما منحترم حرية رأيه، ولكنه لم يعلن اعتزاله. فالسؤال المطروح، هل اعتزل فضل شاكر أم لم يعتزل؟ هل يجوز أن ينضم إلى السلفيين ويضل يغني ويكون في رقص ويكون في كحول؟ إيه ولا لا؟ هيدي الأسئلة يلي المطلوب أنه فضل يجاوب عليها. الشيخ بلال دقما رئيس جمعية اقرأ، مساء الخير. يبدو انقطع الخط كمان. فإذا هيدا هو السؤال المطروح لكل اللبنانيين بدهم يعرفوا ويخدوا إجابة عنه، هل فضل شاكر يجب أن يعتزل أو بيقدر يكون فنان وبيقدر يروح على حفلات وبيقدر يغني وبيقدر يكون في كحول وبيقدر يكون في رقص وبيقدر يعمل فيديو كليبات وبنفس الوقت يكون مع جماعة يلي هن بيقولوا عنهم السلفيين ويلي هن بيصلوا ويلي متعمقين كتير؟ رح أخد على سكايب حدا حابب يحكينا. مساء الخير على سكايب. مساء الخير، تفضل. نعم تفضل. ما بعرف، ما عم نقدر نتلقيك، بس انا شايفك على الشاشه. تفضل. طيب يبدو في مشكله بالصوت، رح نحاول ناخد اتصال للي بيحب يعطي رأيه عن هيدي القضية، عن قضية فضل شاكر، قبل ما نختم وننتقل لآخر ملف واللي هو بالنسبة لإلي الأهم الليلة. ألو؟ طيب رح نختم هيدا الملف ونطرح نفس السؤال وأعطي رأيي شخصيا. السؤال يلي هو، هل السلفي له حق يغني ويعمل كليبات، ايه ولا لا؟ برأيي أنا، ومع احترامي الشديد لفضل شاكر وأنا أحترم رأيه وحرية رأيه، عنده حرية الرأي وبيقدر يقول يلي بده إياه، ولكن بدنا نعرف، يبدو فضل شاكر معنا بده يعمل مداخلة، عم بيحاولوا يمكن يأمنوا اتصال معه. رح ننتقل للملف الأخير ومن بعدها لما بيجهز فضل، معلي رح نسمح أنه هيك نعمل تغيير بسيط ونرجع ناخده. الملف الخامس والأخير وهو الملف الأبرز الليلي، وهو ملف زميلتنا جويس عاية. بلبنان على طول الصحفيين ما بيوقفوا حد بعضهم، بلبنان على طول الإعلاميين والصحفيين بينبسطوا لما حدا منا بيتعرض لشي وبيقعدوا بيتفرجوا بيكتفوا إيديهم وبيشمتوا. جويس زميلتنا بالام تي في جويس عقيقة عملت تقرير وتابعت قضية مغارة جعيتا، رح نشوفه ونحكي عنه أكتر بعد ما ناخد فضل على الخط. مساء الخير فضل. مساء الخير حبيبي جو، كيفك؟ الحمد لله. أنا سألت سؤال بتمنى أنه أخد إجابة، وكل تعليقات اللي عندك إياها تقولها على قبل ما قبل ما جاوبك على السؤال، بس بدي جاوب على شو طلع من الأشرفية. نعم، أول شيء المظاهرة اللي نزلت، هاي المظاهرة اللي عم بيقولوا السلفية، نزلوا معهم واحد ومعهم حلو، وشفتوا لا تكسر لا شباك حدا ولا سيارة حدا، كانوا حضاريين، كانوا مهذبين. نعم، ومش مثل ما عم بيحكي حضرته الأخ اللي نزلوا، بنعرف بالتاريخ اللي نزلوا على الأشرفية، هو اللي مش سلفية أكيد، هذا طرف ثاني. نعم، السلفية هن جماعة حضاريين، جماعة بخافوا الله، جماعة مسلمين، يعني مش مثل ما مفهمين العالم عن السلفية، إنه السلفية اليوم تابعين للسلف الصالح للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، ولكن هن دينيا يمكن بيطبقوا الدين بتشدد شوي أكتر، بيصلوا أكتر، بيلتفتوا للمجتمع أكتر، بيصلوا لرب العالمين، مش متشددين، لا مش مثل ما مفكرين العالم، مثل ما عم بيخوفوا الناس منهم. نعم، السلفيين منهم هيك. أنا ما بدي أحكي دين لأني ما بفهم أحكي دين. خلينا نحكي فن. تفضل. هل فضل شاكر يعتزل او لن يعتزل؟ يعني هل انضمامك لا يعني للسلفيين هل مفروض تعتزل ولا لا؟ حقول لك شغلي، انا زلمي انسان مسلم خاف الله الحمد لله، وبصلي وبصوم وبزكي وحجات وعملت الفروض اللي الله امرني فيها. نعم، كنت مصرح اني وقف الفن لانه عندي قناعه انه الفن حرام. صحيح، وعلى راس السنه لما الساعه 12 كانوا بده يحتفلوا براس السنه، فتت لجوا ورجعت على المسرح الحمد لله. نعم، ولا بشرب ولا بسكر،
الحمد لله لا كفي لك. هلا انا مصر اني ضلني عم غني، بطلت بدي اعتزل، بدي ضل عم غني، بدي ادعم الثوره السوريه وبدي ادعم السوريين النازحين وبدي ادعم كل واحد مضطهد، كل واحد مظلوم. انت عم تشوف كيف عم يقصوا الجوامع بسوريا، كل العالم عم بتشوف وعم تشوف كيف عم يدعوسوا على المصحف الكريم صلى الله العظيم وعم يحرقوه، وعم تشوف كيف عم بذبحوا الاطفال وعم بنكلوا بالجثث وعم يختطفوا النساء. هول الكفره الله ينتقم منهم يا رب، الله ينتقم منهم هن ورئيسهم بشار الاسد. ولكن نرجع من عيد نفس السؤال، يعني بدك تضلك تغني، ولكن السلفيين ما بعتقد، يعني انه انا ما يعني يمكن منك فنانه لحتى نفوت بتفاصيل تانية، ولكن كفنان وكأنا بدك تغني وبدك تروح على حفلات وبدك تكون موجود بسهرات وممكن يكون فيها كحول. ما حدا له علي، ما حدا له علي، انا رايح اغني ورايح هذا المصاري بدي يروح للي قلت لك عنه منيحك. يعني بفهم منك انه السلفيين ما عندهم مشكله انك تغني، بس هيدي النقطه اللي بدنا نوضحها. السلفيين بالموضوع ما خص السلفيين بالموضوع هيدا. نعم. انا هيدا رايي خيي منيحك. نعم اكيد هي عندك حريه الراي، انا قلت بالاول السلفيين انا نعم. بايدهم خيي وانا معهم الحمد لله، انا بايدهم انا معهم، وانا قلت لك انه الفن حرام ومقتنع انه حرام، بس هلا عندي رساله بدي اديها وبعدين بدي اعتذر. بتخافي ال ما خفت ال جمهور حفلاتك من وراء هذا الموقف اللي اطلقته نهار الاحد؟ باذن الله حيزيد جمهوري. نعم يلا. نعم فضل شكرا لك، شكرا لاتصالك كل هيدا التوضيح، ان كان يلي بحبوك او لا يمكن الطبقه السياسيه والصحفيه اللي عم تسال، وانت فنان وعندك جمهور كبير وهيدا رايك واكيد نحن بنحترمه، كل واحد عنده حريه الراي على طول، شرط انه حريته ما تدخل بحريه الاخر وما نكون عم ناذي الاخر، فتحيه لك وشكرا لاتصالك للتوضيح.